مشاهدينا صباح الخير عليكم. كل يوم بيتجدد اللقاء مع حضراتكم على مدى ساعتين في برنامج هذا الصباح، وكالمعتاد معانا مجموعه متنوعه من الاخبار والحوارات اللي بنغطي بيها ابرز الاحداث. صباح الخير يا محمد. صباح الخير منى. صباح الخير مشاهدينا الكرام. زي ما احنا متعودين معاكم دايما عندنا موضوعات جديده ومتجدده. من ضمن موضوعاتنا النهارده ان جامعه القاهره بتطلق مشروع 1000 قائد افريقي لتعليم الشباب القياده السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وده بياتي طبعا في اطار اهتمام الدولة بالبعد الإفريقي باعتبار بعد أمن قومي مصري في نهاية المطاف، وأيضا بيأتي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ورؤية استراتيجية للدولة في التعامل مع الدول الإفريقية الأشقاء بشكل عام على مختلف الأصعدة سواء السياسية والاقتصادية وكمان الاجتماعية. عندنا أيضا موضوع آخر عن كيفية التعامل مع مخاوف الطفل في السنوات الأولى في المدرسة. دي مشكلة بتواجه كتير من أولياء الأمور، هنتكلم فيها مع أحد المتخصصين عشان نعرف إيه أحسن الأساليب للتعامل. كمان عندنا فقرتنا الثابته اللي احنا متعودين عليها دايما يا منى، عندنا قراءه في احوال الجو والطقس. اعتقد ان الامور الحمد لله الى حد كبير مستقره، الى حد ما مستقره، ونتمنى يعني ان ده يستمر فتره يعني مش قليله، طبعا بالاضافه لاخبارنا الاقتصاديه والرياضيه في نشراتنا المتخصصه في هذا الصباح. قراءه كمان في صاحبه الجلاله واهم الموضوعات اللي بيطلعنا بها الصحف المصريه، ومجموعه متنوعه من الاخبار هنبدا بيها معاكم بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. صباح الخير، صباح جميل عليكم. لسه مع بعض مع سلسله حلقات العضله الخلفيه او الهامسترينج. اخر مره اتكلمنا فيها عن علاقه الهامسترينج الخلفيه بالرباط الصليبي. النهارده ان شاء الله هنوضح اهم الاصابات اللي ممكن تحصل في الخلفيه سواء كان مزق او شد. طبعا في اصابات ثانيه عضليه ممكن تحصل زي التريجر بوينت اللي هو زي كلكيكه بتحصل في العضله بتبقى مؤلمه جدا، ماسل تايت يعني العضله بتبقى مقفوشه او مشدوده بصوره كبيره، ده غير الشد بيبقى برضه فيها الم، ماسل شورترند يعني العضله قصيره جدا نتيجه ان هي ما بتعملهاش اطالات بصوره سليمه او بصوره كافيه. فان شاء الله هنحاول نوضح بعض الاسباب ديت واحنا بنتكلم عن الشد وعن المد. طيب معانا كابتن عبد الله هنوضح عليه اهم المشكله او اهم النقاط الخاصه باصابه المزق والشد. لسه يا عبد الله. وضحنا في الحلقات اللي فاتت ان الهامسترنج او الخلفيه ديت هي بتتكون زي ما قلنا من ثلاث عضلات. قلنا حاجه اسمها سيمي تندينوزز اللي هم عضلتين من جوه، وعضله من بره حاجه اسمها بايسبس فيموس. اخر العضلات ديت وتر اللي هو ماسك في العظمه. لما حضرتك بتثني ركبتك بتمسك تحت ايدك هنا وترين كبار اهم باينين جدا، دول نهايه العضله الخلفيه اللي ماسكه في القصبه من تحت. طيب العضله الخلفيه قلنا في اول حلقه ان هي بتعمل كونتراكشن يعني انقباض بالتقصير، واكسنتريك اللي هي انقباض بالتطويل. طيب العضله ديت اثناء الموشن او اثناء الحركه بتعمل كذا وظيفه مع بعض. يعني تخيل ان اللاعب هيبتدي ان هو يجري، تعمل حركه الجري زي كانك هتجري طبيعي ميكانيك. في البوزيشن دوت الركبه من تحت ثابته، والحوض من فوق بيبتدي ان هو يتحرك لقدام والورا عشان خاطر ينقل الرجل الثانيه لقدام عشان يجري. فتخيل معايا البوزيشن ده اثبت، هات ورا واثبت بعد اذنك. في البوزيشن دوت وفي ثبات في الركبه في الوضع ده، او العضله الخلفيه مثبته الركبه في الوضع دوت، الجزء الاعلى من العضله الخلفيه بيبتدي ان هو يحصل فيه اكسنتريك او انقباض بالتطويل عشان خاطر يخلي الحوض يقلب لقدام ويبتدي ان الرجل الثانيه ترجع لورا عشان خاطر يحصل التبادل بين الرجل السليمه او بين الرجلين اثناء الحركه. طب ايه اللي بيحصل عشان يحصل مزق؟ لو حد عنده العضله ديت ضعيفه او مداها مش طبيعي، لان احنا عارفين العضله بتتكون من حاجه اسمها فايبرز الياف، فالالياف ديت الاستيستي يعني مرنه عامله زي الاستيك، فلو العضله ديت المرونه بتاعتها قليله هيجي في الفانكشن او في الوظيفه ديت وهو بيجري يبتدي ان العضله تتمط زياده عن اللزوم في البوزيشن اللي احنا قلناه دوت، فيبتدي يحصل المزق بسهوله في الجزء الاعلى من العضله الخلفيه. طيب اما الحركه الثانيه اللي ممكن تجيب مزق في الخلفيه بس من اسفل، اثناء الشوط لما يجي حد بيعمل شوتنج بيشوط
يبتدي ان الرجل تبترد للاخر خالص في الفاكشن او في الوظيفه ديت، فيبتدي ان الخلفيه تبقى على اخر مدى ليها اثناء الحركه ديت، فيبتدي يحصل اكتر مكان يحصل فيه الفورسر او القوه هو المكان القريب من الركبه، وده بالتالي يبقى معرض ان يحصل فيه المزق بسهوله. يبقى المزق ليه صورتين، يا اما شوتنج يا اما سبرنتنج، يعني يا اما من خلال الجري يا اما من خلال الشوط، دول الصورتين اللي بيوضحوا فيهم المزق. طبعا ممكن لو حد بيعمل تاكلينج زي الشوط، يعني بيزحلق برجليه على الارض وبرضه بيفردها للاخر بالظبط نفس حركه الشوط، بيبتدي يحصل المزق بتاع الخلفيه من تحت. طيب قاعده مهمه، كل ما كان المزق قريب من وتر سواء كان تحت او فوق قريب من حوض، كل ما هيقعد فتره اكبر. كل ما كان المزق في منتصف العضله يعني في البلك في الالياف نفسها يقعد فتره اقل. طيب المزق في نفسه، يعني المزق نفسه ليه درجات، حاجه اسمها جريد 1 وجريد 2 وجريد 3، يعني مزق من الدرجه الاولى مزق خفيف، ومزق من الدرجه الثانيه وده مزق بيبقى كبير شويه، ومزق من الدرجه الثالثه وده غالبا بيعمل عمليه، يعني بتبقى العضله اتقطع فيها الالياف بتاعتها اكتر من 50% من الالياف بتاعت العضله. طيب المزق اللي من الدرجه الاولى دوت ازاي نقدر نحدد لو اللي قدامنا دوت ما عملش اشعه، وعايز تعرف هو عنده مزق من انهي درجه. لو جالك تاني يوم بيمشي كويس، يعني قادر يمشي من غير عرجه اللي هو اللام ما عندوش زكه، يبقى انت تتوقع ان المزق اللي عنده خفيف اللي هو من الدرجه الاولى. انما لو كان المزق اللي عنده من تاني يوم مش قادر يمشي وتالت يوم برده مش قادر يمشي والالم اللي عنده شديد، تتوقع ان المزق اللي عنده من الدرجه الثانيه. عشان خاطر نقدر نحدد هل المزق دوت من الدرجه الاولى او الثانيه، لازم نقدر نعمل حاجه اسمها سونار اشعه، او نعمل اشعه رنين نقدر من خلالها نشخص المزق اللي موجود في العضله حجمه قد ايه وعمقه قد ايه وطوله قد ايه، وبناء عليه تحدد ازاي تقدر تتعامل معاه في برنامج العلاج بتاعك. طبعا اهم الاعراض اللي ممكن تحصل هنحاول نوضحها مع بعض في الحلقات الجايه بجانب ان شاء الله البرنامج التاهيلي. اشوفكم ان شاء الله على خير، وان شاء الله الحلقه الجايه مكملين مع بعض برضو عن العضله الخلفيه. السلام عليكم. اهلا بحضراتكم، نبتدي معاكم جولتنا في اهم وابرز الاخبار، لكن نبتدي بدايه بحاله الطقس ونتعرف على توقعات حاله الطقس. معانا دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. صباح الخير دكتوره ايمان. صباح الخير. احنا الحمد لله في استقرار، هل هنعيش الاستقرار ده كتير ولا في توقع اي اختلافات وتقلبات جويه؟ لا احنا طبعا مستمرين في هذا الاستقرار في الاحوال الجويه اليوم ولمده 3 ايام قادمه ان شاء الله. تمام. يعني ما فيش اي مشاكل في حاله الطقس حتى يوم السبت القادم، الطقس مستقر تماما وبيكون معتدل اثناء النهار مع استطاع اشعه الشمس، لكن طبعا شديد البروده في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. طبعا الشبوره المائيه بتكون معانا في الصباح الباكر ولكنها مش مؤثره قوي، يعني هي شبوره مائيه خفيفه بتكون موجوده على الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه، فبننصح طبعا بالقياده بهدوء لكنها ما بتاثرش على حركه المرور. الرياح معتدله تماما، ما فيش اي ظواهر جويه، ما فيش فرص امطار على معظم انحاء الجمهوريه، فنقدر نستمتع بجو شتوي جميل جدا خلال هذه الايام. طب يعني بعد يوم السبت احنا ولا بدري اللي احنا نقول ممكن يكون في اي تقلبات جويه بعد يوم السبت يا دكتوره ايمان؟ لا يعني خلينا معاكم واحده بواحده بالتنبؤ. اه طبعا. طيب. يعني هنبقى معاكم ونعلن عنها ان شاء الله. طيب بالنسبه لدرجات الحراره دكتوره، بالنسبه لدرجات الحراره القاهره 20 درجه، السواحل الشماليه اسكندريه مطروح من 17 ل 18، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 20 ل 21، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب 30 من 22 ل 23 درجه. تمام، احنا بنشكرك جدا دكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه. العافية. نبتدي معاكم أخبارنا وتقاريرنا. نظمت جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة الداخلية ندوة تثقيفية لشباب وفتيات الجامعة بتهدف لرفع الوعي الشرطي والأمني لدى الطلاب. كمان تم تكريم عدد من أسر شهداء الواجب الوطني رجال الشرطة، وإحنا طبعا كلنا بنلمس هذه التضحيات الكبيرة التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة، وخلينا نشوف معكم تفاصيل أكتر في سياق التقرير التالي.
تقديرا للدور التاريخي لرجال الشرطة في عيدهم كذكرى خالدة في ضمير الوطن، عقدت جامعة الأزهر ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور دكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر واللواء علاء حمدي مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام وعدد من القيادات. هذه الندوة الأولى التثقيفية التي تقيمها جامعة الأزهر مع الداخلية، وأرجو أن تعمم هذه الفكرة على كل المحافظات وأن يشارك فيها السادة وسائر الجامعات، لأننا من خلال هذه الفكرة ومن خلال هذه الندوة نريد أن نرسل رسالة للجميع أننا يد واحدة ضد الإرهاب الذي لن ينال من وحدتنا ولن تنحني قاماتنا وهامتنا أمام أقوى الشر. هو وارد في كلام سيدنا رسول الله: إن لله حراسا في الأرض وحراسا في السماء، أما حراس السماء فهم الملائكة وأما حراس الأرض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يزودون عنا أي يدفعون عنا الأذى. تهدف الندوة إلى تعريف شباب وفتيات الجامعة بدور وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والتهديدات التي تواجه الوطن، وإرساء دعائم التلاحم المؤسسي بين فئات الشعب والشرطة. إحنا بنديهم نماذج للقدوة في إتقان العمل وجودة العمل والوفاء والإخلاص للبلد وأهل البلد. سعدت جدا لأن دي رسالة يعني ربنا سبحانه وتعالى كان عاوز يوصلها لنا، لأنه كان الشهيد من محبي حفظ القرآن الكريم، كان محافظ أكتر من 10 أجزاء، فربنا بيقول لنا بقى أنه هو يعني زي ما بيقول هو يعني دول شهداء يعني موجودين. على قد بيبقى بزعلانة بس في نفس الوقت فرحانة ومبسوطة أنهم فاكرينه وبيكرموا حبيب الله. شهدت الندوة احتفالا وعرضا فنيا لطلبة وطالبات الجامعة، كما تضمنت تكريما لأسر شهداء الوطن من رجال الشرطة. ندوة تثقيفية أقامتها جامعة الأزهر لشباب وفتيات الجامعة لتعريفهم بدور الشرطة وقيادتها في حفظ واستقرار الأمن في الوطن. عبد الحميد صقر، النيل. انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصال الدولي في الشرق الأوسط بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وستيفين آر إشمت رئيس منظمة مجتمع الاتصالات الدولي. المؤتمر بينظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع جامعة أسوان تحت شعار دور تكنولوجيا الاتصالات في تحفيز التنمية، وبيناقش موضوعات تتعلق بالإنترنت الجيل الخامس للمحمول وكمان الذكاء الاصطناعي، ومعنا كمان تقرير في تفاصيل أكثر. استعدادا لمنتدى الشباب الإفريقية بمدينة أسوان، جاءت زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية الهامة تشمل مكتبي بريد متطورين وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة. طلعت في المكتب الذي نحن فيه على نموذج من شهادة إبراء الذمة لمخالفات السيارات، أيضا حديثا أطلقنا خدمة تلقي تأمين على الحاسبات اللوحية أو التابلتس المتعلقة بمشروع تطوير التعليم. أي مواطن ليه حاجة هنا هيجي هنا يكاد يكون بيعمل كل المستلزمات اللي هو كل حاجة اللي هو عايزها، كل الحاجة اللي هو عايزها بيخلصها هنا وواقف، تمام؟ سواء ان هو بيعمل تحويلات، سواء بياخد المعاش، سواء بيعمل اللي هي بتاع اقرار الزمن الماليه، سواء اللي هم طلبه المدارس عشان خاطر اللي هو التامين بتاع التابلت. وفي حوار مع اهالي القريه استمع السيد الوزير لشكاوى المواطنين وطلب ببذل اقصى الجهود لتذليل العقبات، فضلا عن تاهيل وتدريب العاملين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمه المقدمه للمواطنين. الأهم هو زيادة التدريب وتكثيفه وتكثيف الميكنة وتوسعها لتقديم الخدمات الأخرى إذا ارتأينا أن هناك أي نوع من الإمداد مطلوب، سواء إمداد بشري أو تقني. بالطبع سنستجيب، لأنه الهدف الأول هو خدمة المواطن. 4000 مكتب بريد متطورة يقدمون خدمات مختلفة بأحداث الأنظمة والحلول المتطورة، تصريحات جاءت على لسان رئيس الهيئة القومية للبريد. البريد النهاردة بقى منصة لكل تقديم كل الخدمات الحكومية والغير حكومية.
احنا النهارده تقريبا في 3 ايام يمكن محصلين حوالي 300,000 تامين لتابلت وزاره التربيه والتعليم. شفنا النهارده الشهادات براءه الذمه، شفنا شهادات الخاصه بالخدمات المحليه بالاسكندريه. وفي سياق متصل، قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه الرئيس التنفيذي للمصرياتي للاتصالات بافتتاح سنترال أسوان لخدمة مناطق الشيخ هارون والمحمودية وكيمة بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 20,000 مشترك. تفتتح رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي اليوم دورة ثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اللي بيقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة ورعاية المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 20 ل 26 فبراير الجاري. 32 فيلم بيتنافسوا في هذا المهرجان على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير. بيتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق والفنانة منى شلبي والنجمة العالمية باربرا بوشيه التي شاركت في بطولة أكثر من 80 فيلم سينمائي عالمي مع كبار المخرجين بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والمسرحية خلال مشوار فني امتد أكثر من 55 عام. تشهد قرية تونس بالفيوم نموذج للفتاة المصرية الواعية الفنانة المبدعة روية عبد القادر، أشهر أو واحدة من أشهر صانعي الفخار في الفيوم. روية عبد القادر مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية لفنون الخزف وشاركت في معارض كثيرة في الخارج، ومعنا تقرير في تفاصيل كمان أكثر عن هذه الفنانة القادرة. روية عبد القادر ابنة قرية تونس بمحافظة الفيوم، عندما كانت طفلة شغفت برسم الزهور والحيوانات والأسماك فوق الأطباق الفخارية، والتي تلقت مبادئ في صناعة الخزف والفخار قبل سن 10 على يد الفنانة السويسرية إيفيلين التي أنشأت مدرسة الخزف بقرية تونس لتدريب أبناء وفتيات القرية على أعمال الخزف. في تدريب، هي حابة تتدرب فأنا بساعدها، هي بتشتغل على الدولاب أول مرة تطلع أو تاني مرة فأنا بساعدها يعني. وهي إني إن هي أعلمها تتدرب تتعلم الفخار. راوية هي أول من تعلمت فن الخزف وتشكيله لتحكي لنا قصتها. بقالي 3 سنين. بقالي 3 سنين شغاله. ايه رايك في المهنه كمهنه يعني؟ لا هي كويسه، وطبعا اكتر حاجه ان اللي يشتغل الفخار اللي يكون حبه علشان يقدر يستمر فيه بعد كده. عشان يقدر يستمر فيه. لمده 14 عاما ظلت راويه تمارس تعلم فن الخزف على يد الفنانه السويسريه حتى تمكنت في نهايه المطاف من انشاء ورشتها الخاصه. اصبحت راويه نموذجا يحتذى به بين اهالي قريتها الذين حرصوا على الدفع بأبنائهم إلى التعلم في مدرسة إيفيلين للخزف. بمشاركة 140 من هواة القفز بالمظلات من حول العالم، بدأ مهرجان مصر الدولي للقفز الحر بأهرامات الجيزة. المهرجان بالطبع بيهدف إلى تعزيز السياحة ونشر الرياضة في مصر، وعلى كثير من الأبعاد في الحقيقة لهذا المهرجان، وخلينا نتابع معاكم تفاصيل في سياق التقرير التالي. بمظلات ذات الألوان الزاهية حلق هواة القفز بالمظلات فوق واحد من أكثر المعالم شهرة في العالم. التحليق فوق أهرامات الجيزة في مصر هو جزء من فعاليات مهرجان مصر الدولي للقفز الحر الذي انطلق هذا الأسبوع. هذه هي المرة الأولى لي في مصر والمرة الأولى لي بالنسبة للأهرامات. هذه فرصة واحدة في العمر أن أقفز فوق أحد أكثر الأماكن شهرة في العالم. إنني أمارس القفز منذ 27 عاما وقفزت بالمظلات ما يقرب من 25,000 مرة، وبالنسبة لي فإن الأهرامات من الأماكن التي لا تنسى، إنها رائعة. أنا أقفز منذ حوالي 10 سنوات، أنا من الولايات المتحدة، معظم قفزاتي كانت هناك. قمت بالرقص على موسيقى الروك مرتين، واحدة في بوتسوانا وواحدة في بنما. هذه أفضل رقصة أديتها، المشهد جميل والناس رائعون، لا يمكن أن تكون السماء أكثر صفاء من هذه. مصطفى سعيد أحد مؤسسي الحدث قال إن المهرجان يعد حدثا عظيما في مصر،
وإن مشاركة 140 من هواة القفز بالمظلات بمنطقة الأهرامات هو شيء يسعدهم. عدد المشاركين 140 مشارك من 32 دولة، يعني تقريبا أكثر من 120% زيادة. طبعا الأجواء الجميلة، الأهرامات، العبق التاريخي والحضارة و5000 سنة دي مجننة الناس. بدأ المهرجان منذ عام 2016 ويهدف إلى تعزيز السياحة ونشر الرياضة في مصر، ويشارك 140 من هواة القفز بالمظلات من 32 دولة في الحدث الذي يستمر ليومين. يمكن كلنا نفتكر كرتون الأطفال المشهور السنافر، كرتون مشهور من سويسرا بالتحديد، والحقيقة أنه اتعمل حدث باستخدام هذه الشخصية المعروفة للأطفال في سويسرا. تقريبا ما يقارب 3000 صنفور حطموا الرقم القياسي العالمي لأكبر اجتماع للسنافر على الإطلاق في قرية ألمانية صغيرة بالقرب من الحدود السويسرية، وتم إحصاء 2762 شخص موجودين، وكانوا لابسين وجوه وملابس السنافر البيضاء والزرقاء، وبحطموا الرقم القياسي في موسوعة جينيس. الرقم ده كان قبل كده حوالي 2510 صنفور في ويلز 2009. واضح انه تقليد تقريبا كده. وزي ما احنا شايفين معاكم في الصوره، ارتدى الحضور زي بابا صنفور وصنفوره وباقي شخصيات السلسله الكرتونيه البلجيكيه الشهيره، وده في غياب تام لشخصية شرشبيل الشريرة. بعد 50 عام على وجودهم لازال السنافر بيجذبون الأطفال بالفعل حتى يومنا هذا، بإمبراطورية تجارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 8 مليار دولار، وسلسلة رسوم متحركة مدبلجة بنحو 30 لغة لا تزال تبث ما يقرب من 120 قناة تلفزيونية في جميع أنحاء العالم. ونروح للصين، حيث رقصت فتيات صينيات يرتدين قبعات رأس مصنوعة من شعر أسلافهن وفساتين مزركشة في مهرجان الزهور السنوي احتفالا بالسنة القمرية الجديدة. الاحتفال الذي أقيم في قرية نائية جنوب غرب الصين شاركت فيه العشرات من الفتيات والنساء من قبيلة لونغ هورن مياو، حيث يقدمن الفنون الفولكلورية، وترتدي فيه الفتيات قبعات مصنوعة من الصوف والخيوط وشعر الأجداد الذي يلف حول قرون الحيوانات ليعطيها حجما كبيرا. وعادة ما تورث هذه القبعات بين الأجيال وتوضع في المناسبات لتكريم الأجداد وللتعبير عن الحفاظ على التقاليد. اصطف عشرات الأشخاص في شوارع العاصمة السريلانكية كولومبو للاستمتاع بأجواء مهرجان سنوي ومشاهدة موكب الأفيال المزينة التي تشارك فيه، ورافق قارع طبول وراقصون تقليديون وحاملوا شعلات عشرات من الأفيال المتلألئة خلال الموكب المبهر اللي قطع مسافة 3 كيلومترات. المهرجان بيقام سنويا منذ عقود من الزمن، بيتوافد آلاف السياح إلى المدينة كل عام لمشاهدة المهرجان، ويشغلون فنادق المدينة والمناطق المجاورة لها. نروح للأخبار العلمية، حيث طور باحثون في جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية نوع جديد من الأنسجة يمكنه تغيير تعامله مع درجة الحرارة اعتمادا على البيئة المحيطة. وتوجد حاليا كثير من القفازات والقبعات اللي بتقدم قدرة كبيرة على تنظيم درجة الحرارة وبتمتاز بتقنيتها العالية. كمان تمكن الباحثون من تطوير نسيج من نوع جديد يمكنه أداء هذه الوظيفة بكفاءة عالية. تشير إلى أبحاث إلى أن النسيج الجديد بيسمح بخروج الحرارة منه في حالات ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي تؤدي إلى عرق الجسم. بيعمل على منع تسرب الحرارة كمان في الطقس البارد. بيؤدي النسيج الجديد وظيفته من خلال خيوطه المبتكرة، إذ يتكون من نوعين من الخيوط الاصطناعية المغلفة بأنابيب الكربون النانونية، وتمتص إحدى المادتين المياه بينما تطردها الأخرى، ولذلك
لكي يلتوى النسيج عندما يلمس العرق، ما يساعد على فتح مسامة تقريب أنابيب القربون النانونية من بعضها، ليغير ذلك الطريقة التي يتفاعل بها النسيج مع الحرارة المنبعثة من جسم الإنسان. كمان بتمتاز عملية تعديل مسامة بالسرعة ويدفئ الشخص، يقلل درجة حرارته قبل أن يشعر الشخص بالحرارة أو البرودة. آخر الأخبار معانا، دراسة هولندية تشير إلى أن الأشخاص اللي بيأكلون الكثير من البروتينات الحيوانية قد يكونون أكثر عرضة لتراكم الدهون بشكل كبير في أكبادهم ولزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد ممن يعتمدون على الخضر أو الخضروات كمصدر رئيسي للبروتين. كمان بيوصي الأطباء بتغييرات في النمط الغذائي لعلاج هذا النوع من أمراض الكبد، حيث أثبتت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يتناولون أكبر قدر من البروتين الحيواني كانوا أكثر عرضة بنسبة 54% للإصابة بالكبد الدهني مقارنة بمن تناولوا كميات أقل من اللبن. دي كانت أخبارنا معاكم اللي بدأنا بيها النهاردة يومنا في هذا الصباح. ما هو قادم أخبار الرياضة مع الزميل محمد عبد الحكم بعد هذا الفصل.